وهلأ مشاهدينا بدنا نروح بجولة لمخيم الأزرق، رح نتعرف فيها على الوضع المعيشي للاجئين هنيك، وخاصة عدم توفر الكهرباء في الكرفانات وتفاصيل أخرى عن حياتهم اليومية من تابعة بهالجولة اللي قام فيها الزميل هاني موعد. صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، نحن هلا حاليا موجودين بمخيم الازرق للاجئين السوريين واللي بيبعد 120 كيلومتر من العاصمه الاردنيه عمان، وهو موجود بالمنطقه الشرقيه بالمملكه وبيعتبر من اكبر مخيمات اللاجئين السوريين بالاردن من ناحيه المساحه، مع توقعات بان يكون الاكبر ايضا من ناحيه عدد اللاجئين القاطنين فيه. حاليا يتواجد بالمخيم ما يقارب 11233 لاجئ سوري موزعين على قريتين من أربع قرى مكون منها المخيم، هي القرية الثالثة والقرية السادسة واللي بيقعوا حاليا خلفنا مثل ما شايفين. المخيم فيه مستشفى تابع للصليب الأحمر بالإضافة إلى مدرسة تابعة أيضا لليونيسف. الدوام بهاي المدرسة مكون من دوامين أو من شفتين، صباحي للفتيات وأيضا مسائي للصبيان. خلينا نتعرف أكثر على هذا المخيم بهذا التقرير. نحن هلأ متواجدين بالقرية الثالثة وهي قرية مأهولة بالسكان. عدد الكرفانات هون بيصل عددهم تقريبا ل 1500 كرفان. المشكلة الأكبر اللي بيعاني منها اللاجئين بمخيم الأزرق هي مشكلة الكهرباء. طبعا إدارة المخيم والمفوضية قالوا لنا بأن هذه المشكلة سوف يتم حلها قريبا إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. طبعا هون بيعتمدوا على الإضاءة، على الإضاءة الشمسية يعني بالكهرباء أو إنارة الشوارع، وأيضا يوجد عدد من المراكز الصحية اللي بتهتم بشؤون اللاجئين، بالإضافة كما يعني يوجد بخلفنا أحد الجوامع. يعني فينا نقول أن هنا الكرفانات أو المنطقة بشكل عام هي مخدمة، ولكن أكثر ما ينقص اللاجئين هو موضوع الكهرباء. سوف نقوم الآن بجولة لنتعرف أكثر على القرية الثالثة بمخيم الأزرق. تحكي لنا خالي عن وضع الكهرباء عندكم بالمخيم؟ هلا هون بمخيم الازرق ما في كهرباء، ونحن هون كلاجئين سوريين عم نعاني كثير انه عدم وجود الكهرباء. الخدمات معدومه بشكل كامل بسبب الكهرباء، يعني زي التلفزيون للاطفال، فالوضع يعني كثير صعب، كثير كثير صعب. بخصوص الموضوع الصحي وتعليم الاطفال والمدارس جيد، ما في شيء جيد كثير، يعني ما بنقدر نحكي عليه نهائيا. اما مثل ما قلت لك، يعني اكثر مشكله بنعانيها هالغلاء الاسعار، وفي علينا ضيق، يعني بده يطلع الواحد اجازه، بده يركض اسبوع لبين يقدر يطلع اجازه، بده يشوف له بنت له ولد له كذا، يعني هاي بنعاني منها كمان. Thank you.
نحن هلا موجودين بالمول، هو السوق الوحيد اللي موجود بمخيم الازرق. الناس بتعتمد هون بشراء احتياجاتها على الكوبونات، قيمه كل كوبون هو 20 دينار بيحصل عليه كل فرد بالاسره. المول هون مكون من عدد من الاقسام، يعني مثلا هنا قسم الخضره بالاضافه الى وجود قسم للمعلبات، اللحوم، الالبان والاجبان، كمان في قسم موجود وخاص للملابس. عم نعمل هلا جولة هون بالمول وبنتعرف كمان على مشاكل الناس وأيضا على أكثر احتياجاتهم. كيف الأسعار هون؟ مليحة، في شوية غلا بس مليح. طب أنتوا كيف بتعتمدوا يعني حتى تشتروا الأغراض، على شو بتعتمدوا؟ ما نحن كروت تصرف معنا، صار لنا شهر ما شحنوه. أي نحن يجينا جداد ما شحنوه. عاد في معانا مصاب نشانين عم نجيب. طيب الكرت قديه هو بيكفي تقريبا؟ قديه بقيمته بيعطوكم اياه؟ نحن خمسة واخوتك كل واحد اثنين بواحد. ايه بس يمكن كل قيمة كل كرت هو 20 دينار. ايه كل شخص 20. نزلمتنا اثنين بناخذ 20 20، ما بيقدرنا لانه الاسعار غالية، ما بيقدرنا لنا شيء. بدنا نزيدوهن يعني. كل شهر بتاخذوا 40 دينار يعني؟ اي اثنين. وهون بنلاقي الاسعار غاليه، ما بيسوي شيء. يعني مع نهايه الشهر ما بيكفيكي؟ لا والله ما بيكفوا، والله يا خاله ما بيكفوا. اسعارنا مثل هذا يعني دينار مو حرام، يعني ما معنا مصاري، ما معنا مصاري، بنجيب مصاري على والكيبون بعدي اسبوعين ثلاث خالص. كما لاحظنا ان الناس شوي اشتكت بخصوص موضوع الاسعار. والله انت بتعرف احنا هنا سوق حر، فاللاجئ بيجينا من سوريا ما بيعرف عن السوق الاردني، ففرق السعر بين سوق قارن فرق السعر بين سوريا وبين الاردن، وبتعرف انت فرق الاسعار اللي عندنا بالاردن هون وفرق الدينار وفرق احنا سوق حر هون، هم سوق ثابت عندهم، فهم بلاحظوا هاي انه غالي، بس بينما احنا سيستم واحد، احنا عندنا 13 فرع هون مشكل بالاردن ماشيين على سيستم واحد، يعني اسعارنا بمخيم الازرق نفس اسعارنا بعمان، نفس اسعارنا بمحافظه اربد. طب ليش ما بيكون في مراعاه لموضوع انه تتخفض شوي الاسعار للاجئين؟ والله احنا بالذات يعني مخيم الازرق عاملين له ميزه خاصه، يعني هاي قرارات من المدير العام، واحنا حتى بنوزع احيانا عينات مجانيه لهم للسوريين، وبنقدم لهم خدمات حتى مش من ضمن نطاق عملنا، يعني بنقدم لهم كهرباء، بنقدم لهم خدمات ثانويه يعني. طب بخصوص العاملين هون بالمول، هل هم من الاردنيين ام من السوريين اللاجئين الموجودين بالازرق؟ الموظفين اللي عندنا الان احنا هو كون احنا فاتحين منطقه الازرق وتشجيع لمنطقه الازرق، فموظفينا الثلث الاكبر منهم هو الحصه الاكبر كله لمنطقه الازرق. هلا هذا الجهاز بيعطوكم اياه هون بشكل مجاني؟ ايوه مجاني، بوزعونا اياه مجاني. طب شو بتستفيدوا منه؟ لا اناره بس، كاناره فرجيني تكرمنا عيونك. يعني اناره وبتشحنوا منه اجهزه؟ يعني هو ما بشحن اجهزه لانه شحننا مره واحده عليه اجهزه وانضربوا والحمد لله. هذا هو بيعتمد على الطاقه الشمسيه. على الطاقة الشمسية بس، يوم ما بكون شمس بننام بالعتمة. يعني بتحطه انت برات الكرفان او برات البيت؟ كرفانة هيك بنحطه على الشمس بنشحن، بنحطه شي ساعتين ثلاثة بنشحن، وبمشينا بالليل شي ساعة ساعتين وبعدين عاود بطفى. بس الشباب هون قلتوا انه انتم بتقدروا تشحنوا منه موبايل. تليفون عادي بس مو اكثر، انه مثل جالكسي ما بيشحن. بده نهار ما بيعبيش شحطة او شحطتين، يعني ما تفكر انه بيشحن مضبوط، لا مش عارف. طب من وين بتعتمدوا على الشحن انتم بالعاده اذا بدكم تشحنوا اجهزتكم الكهربائيه؟ ترجى فلان وفلان وفلان قاعدين مشان ندور على المنظمات، يعني المناطق العامه يعني.
نحن هلا موجودين بمنظمه ميرسي كور، وهي منظمه لحمايه الاطفال وبتقدم خدمات اجتماعيه ونفسيه. خلينا نتعرف اكثر على الخدمات اللي بتقدمها للاجئين السوريين اللي موجودين بمخيم الازرق. الخدمات المقدمة من قبل منظمة ميرسي كور فيما يتعلق بمشروع حماية الطفل مختلفة، بنستهدف الفئة العمرية ما بين 5 إلى 12 سنة، وفي مناطق في نعمل على إنشاء مساحات آمنة للأطفال. يوجد لدينا في كل قرية 3 مساحات آمنة للأطفال تستهدف الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة. هذه المساحات بتحتوي على عدة فعاليات وعدة أنشطة، بنقوم على يعني استحداث عدة أنشطة فيما يتعلق بالأطفال، بنسألهم شو طبيعة النشاط اللي هم بدهم إياه، بنوفر بكل مساحة من المساحات الآمنة للأطفال بروجيكتر وشاشة، بحيث إنه إذا بدهم يتابعوا أو يحضروا إحدى فقرات الأطفال أو أفلام الكرتون، بإضافة إنه بنقدم لهم قرطاسية ومجموعة من الهدايا بحيث إنهم بيعملوا بعض الأنشطة وبيقضوا وقت فراغهم في هذه المساحات، وهي كنوع من الدعم النفسي والاجتماعي الموجه للأطفال. إضافة للمساحات الآمنة للأطفال، في عندنا مساحات آمنة لليافعين تستهدف الفئة العمرية من 13 ل 17 سنة ومن 17 ل 24 سنة. المساحات الآمنة لليافعين، في عندنا مساحتين آمنات لليافعين في القرية 3 وقرية 6 المخيم الأزرق. هذه المساحات تحتوي على مختبر حاسوب مكون من 18 جهاز حاسوب مربوط بالإنترنت، إضافة إلى ملعب أخضر، ملعب نجيل أخضر ولكن بمواصفات عالمية. يوجد برضو إخوان سوريين مؤهلين ومدربين يتعاملوا مع الأطفال، بندربهم ونعمل على بناء قدراتهم فيما يتعلق بالحاسوب أو بالنشاطات الرياضية المختلفة. وهيك بتكون خلصت جولتنا بمخيم الأزرق للاجئين السوريين. بنرجع هلا منكمل فقرات جولة الصباح، وكان معكم هاني موعدة من مخيم الأزرق.